السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع جميل عشان تعمل تكتب بالماوس مع اكتر من شخص في نفس الوقت. يعني هي الفكرة كلها ان ده زي سبورة او وايت بورد اونلاين في ريال تايم كولابريشن، تتعاونوا مع بعض ان انت ترسم نفس الحاجة. اول ما تفتح الموقع البورد بتقول له ستارت دروينج ناو، فبيديك الشاشه ديت لو انت عايز تبدا ترسم بالشكل دوت، لو انت عايز تمسح الشغل براحتك. لان ترجع للشاشه الرئيسيه تعمل زوم، نمسح كل الكلام ده لو انت حابب. طيب لو انا عايز اضيف حد تاني يشتغل معاه في نفس الوقت، لو جيت هنا لان بتقدر تعمل لوج ان ساين ان، تقدر تعمل انفايت للبيبل، بس لازم تدي اسم للبورد الاول. تمام، هتكتب اسمك والباسورد وبعد كده تبعت لصديقك، فصديقك هيجيله رسالة ويبدأ يدخل يشتغل معاك في نفس اللوحة، وتبقى انتوا الاتنين بتكتبوا في نفس الوقت.